مساكم الله بالخير والعافيه، نلتقيكم اليوم بحلقه جديده وشغل جديد واكل جديد. اليوم هم راح نشتغل شيء مختلف عن ما نعرفه وما معهود دائما نشوفه بالمطاعم. اليوم راح نشتغل الريزو بس بالروبيان المقرمش، هم يكون تغيير وهم يكون شكل وطعم جديد. خلينا نشوف مقادير الروبيان بالبدايه والريزو الروبيان ونرجع وياكم. هاي المقادير اللي عندي اني الروبيان عندي 500 جرام وعندي الطحين كذلك هم موجود، كيلو غرام وتوابل كاجون 2 ملعقه طعام، توابل قرمشه كذلك عندي 2 ملعقه طعام، وراح نذكر لكم بالتدريج التوابل القرمشه اللي عندنا، وخل ابيض والرز راح يكون. هذا الروبيان عندنا، وعندنا كذلك الرز موجود، التمن، وهاي التوابل اللي عندنا هنا، وموجود هنا السويت تشيلي كذلك، وموجود عندي الباربيكيو صوص وضفت له شويه السيراتش اللي هنا يحبون الحار، هنا عندي الكاتشب وعندي كذلك البصل والثوم، وهنا الزبد موجود عندي والسكينه الصفراء ذيك، وهاي التوابل الباقيه عندنا السكر وعندنا كذلك الملح. اول ما راح نبدي به كالعاده هو الرز. دائما اول شيء نبدي بالرز لان هو اكثر شيء يتاخر، وبعدين راح نبدي باقي الشغل. نترك الجدر يحمى نعقم ايدنا، كلنا نعرف قلنا الريزو هو اول ما بدا بي واول ما اشتغل بي هو كي اف سي، المجموعه العملاقه اللي صاحبها هو او مديرها اللي هو الكولونيل ساندرو. بدا قلنا بمطعم اعتيادي، نسولف زمان قديم، بدا يسوي الدجاج المقلي وبدا يتطور شوي شوي لحد ما اجوا مجموعه مستثمرين وطلبوا منه انه يتم التعاقد، وبدا يشتغل. مع العلم فشل فشل بحياته ذريع جدا باداره المطعم او بالعمل مالته، هوايه هوايه زوج تعافت الشغل هذا، نجح وهو عمره 62 سنه. 62 سنه من الفشل والتعب وعدم التوفيق وغيره وغيره وغيره، حد ما وصل 62 سنه هو اصبح ايقونه الكنتاكي بالعالم كله والدنيا كلها، والوكالات مالته ما تمنح الا بمبالغ باهظه. هذا التمن عندنا اول شيء راح نبدي به. دائما احنا قلنا التمن نتركه نسهيه شويه. خلينا المي الحار ايش راح نضيف له؟ راح نضيف له توابل الريزو اللي هي متكونه من التوابل اللي معروفه، وراح ناخذ مقاديرها الشباب بعد اذنكم، اللي بيها الكركم وبيها الكزبره وبيها توابل الريزو. هاي اللي راح تكون عندي على الشاشه بعد قليل. عندي التوابل الكركم 100 جرام، والفلفل الاسود العرق حار او الزنجبيل راح يكون 50 جرام، وعندي الكزبره ال 50 جرام راح تكون به. هذا نخليه على الكيلو الرز، ممكن ملعقه طعام ملعقه ونص حسب ذوقنا. والصلصه راح نشتغلها بعد قليل، اللي هي تتكون من الباربيكيو صوص والسويت تشيلي والكاتشب. مايونيز ماكو، يعني موضوع المايونيز بصلصة الريزو ما موجود. اوكي اكو يسووه اعتيادي، لكن عندي تمن كربوهيدرات نشويات وهالمواضيع، عندي الزنجر او الدجاج المقلي، هاي اثنين صاروا،
واجي اضيف لهم زيت ومايونيز، يعني الزيت هو المايونيز مين متكون من الزيت والبيض، اتوقعوا شنو راح يصير الكميه اللي راح تدخل للمعده من الدهون ومن كربوهيدرات ومن نشويات. فيفضل دائما الابتعاد عن المايونيز بصلصه الريزو. طبعا نقلب به. نجيب كاسة أو شي نخلي بيهم ونبدي نضيف المي. كنا نحتاج بعد مي شوية. نقلبهم دائما عدلوا التمن اللي عندكم، يعني عدلوا بهالشكل هذا. شوفوا على مود تعرفون مستوى المي شلون صار. نحتاج شيء قليل كلش مثل ما حتشوفوا بالكاميرا هاي فوق. شوفوا فوقها سنتيم واحد مو اكثر. خلاص انتهينا منه. خلينا نحول هاي الطاوة هنا ونحول الرز على عين ناصية. نصيها دائما العين اللي عندنا. هذا انتهينا منه. نخلي الزيت مالتنا هنا يحمى اللي نريد نقلي بيه. وهذا الروبيان قدامنا راح نشوفه. نجيب كاسة هذه قطعة الروبيان. اوكي الروبيان اكو فريش واكو مجمد. لو استخدمت المجمد مثل ما دا استخدم اليوم انا باعه قصه وما تفصلوها، تظل هنا متصلة. اوكي كل الروبيان لازم نسويه هيك ابد يكون منظف. هذا الروبيان اللي هو هنا يكون عندنا خط الرمل، وكذلك عندنا شلون نقول الامعاء او شيء هنا تكون لحد ما توصل للراس. هذا الشكل كيفك والله. دائما شوفوا يبقى متصل الروبيان عندي هنا. تركه هنا دائما. ليش؟ المجمد شوي يكون بيه قوة. اوكي؟ فأني لما سويتهم قطعتين اذا القوه اللي موجوده هنا عندي راح تخف بشكل كبير. ليش؟ لان صارت القطعه الواحده قطعتين لكن هي متصله على مود لا يضيع عندي بالطحين او من اشتغله ويكون حجمه صغير. هنا ساشوفكم هنا نعرف ان الروبيان لما يتقلى يلتف راس يسوي هيك. هنا راح يلتف هو بس هاي ظل متصله اعتيادي. اوكي كلهم هنا هسه ما بنقعد عيش يعني بالضبط. مغسول مرتين ثلاثه ينغسل. اوكي بالشكل هذا نستمر نقطعهم كلهم. شوفوا لحد ما كل الكميه تخلص عندنا. لو كان عندكم روبيان العراقي ممكن هم تقصوه او ما تقصوه براحتكم، بس شكله يكون احلى لما يتقطع. هسه شوفوا لما يتقلى شلون يصير.
هذا الشكل كلهم. هواية دائما نقول يعني كسر للروتين وللملل بالاكل، يعني يفضل دائما انه نغير. فالريزو نعرفه كله دجاج، اليوم نسوي ذاك يوم سوينا الفاهيتا بالروبيان، واليوم راح نسوي الريزو بالروبيان كذلك. هسه هنا اوكي انتهينا منه، خلينا نمسح الميز. هنا راح نخلي خل ابيض. مو هواية. يعني ما اريد انه التتبيلة اللي يصير عندي هنا تروح كلها بالخل الابيض. نقلبه بالخل الابيض. نبدي شو نضيف. بما انه احنا هنا بالقناة هذا ما مذكور عندكم بالقناة اليوم. فلفل احمر. يعني ما مذكور عندكم بالمقادير. توابل الكاجون اللي هي راح ناخذ مقاديرها بعد قليل. شباب بلا زحمة عليكم. اوكي توابل اوكي التتبيلة اللي قلنا عليها، هاي التتبيلة اللي قلنا عليها للروبيان، التخميرة مالته. اوكي صار عندنا هنا جاهز الروبيان. خلينا ناخذ مقادير الكاجون، مو صلصة الكاجون، توابل الكاجون. اوكي هاي اللي عندي هنا بابريكا خشنه مدخنه، راح تكون 2 ملعقه طعام كوب عفوا، الثوم كذلك، البصل 1 ملعقه كوب، فلفل حار 1 ملعقه كوب، فلفل اسود 2، زعتر فرقوا الزعتر والثيم غير الاوريجانو اللي هو الزعتر البري، الزعتر الاعتيادي 1 ملعقه كوب، والاوريجانو كذلك 1 ملعقه كوب، وفلفل ابيض 1 ملعقه كوب. اوكي هذا الروبيان انتركه يعني فد ربع ساعه هيجي لحد ما نبدي نشتغل به، خليه على جانب. هنا عندي الصوص اللي دائما نخليه ويا من دائما يكون ويا الريزو. اليوم راح نسوي صوصين، هذا صوص واحد، ونسوي صلصة ثانية اللي هي الكاجون صوص اللي كلش طيبة وراح تجربوه خصوصا ويا البحري. اوكي ما اريد شوية زبد كلش قليل، مو هواية. شوية زبد. ايش عندي؟ عندي السويت تشيلي. السويت تشيلي هو الفلفل البارد ويا ثوم ويا توابل، ويكون حلو كلش طيب يكون بالصوص ماريز. وجربوا هذا الشيء راح تشوفون فرق كلش هوايه عن باقي الصلصات او الصوص اللي يتخلى على الريزو باماكن مختلفه. بس انا قلت دائما انه ضروري جدا انه انا انوع، بس ابتعد عن المايونيز. هذا الباربيكيو صوص، حلقة إن شاء الله بالأسبوع القادم أسوفكم شلون نشتغل الباربيكيو صوص، شلون نصنعه إحنا بالبيت. اللي ما عنده هو موجود بالماركتات، لكن أنا أريد إنه في يوم من الأيام بمطعم أو بشغل أو بشركة أو بمكان ممكن يكون ماكو الباربيكيو صوص، ممكن تصنعه أنت بالبيت، مثل ما سوينا الكاتشب اللي هو هذا والصاص وغيره من مواد. الباربيكيو صوص بيه 3 انواع لما تاخذوه، دير بالكم، اكو الاورجينال اللي هو الطعم الاعتيادي، واكو الهوني
واكو شويه بحراره بالضبط يكون الاورجينال. هنا خليه نخلطهم، وضروري جدا انه يكون عندنا هنا تنطبخ الصلصه مو تكون نيه، ضروري جدا نتركها تنطبخ براحتها. الزبد سوالي فد شلون خيوط بيه صارت، خصوصا انه بعده ما مايع. هنا خليه ينطبخ بشكل اعتيادي ونتركه هنا. دائما كنينسة نجيبها نصفطها. نرطبها شوية ونخليها جوا التختة على مود ما تتزحلق عندي. هنا بدأ لما تبدي تطلع عندي الفقاعات اللي موجودة بالصوص، ابدي اخلط بيهم وانصي النار. هذا انتهينا من الصوص، راح نبدي بالكاجون صوص. الكاجون صوص اللي عندنا هنا دائما يكون مرافق للروب، يعني حتى العلبة اللي تشتروها من توابل الكاجون تلقون مكتوب عليها يعني مرسوم عليها روبيان او سمك. اوكي خل احولهم هنا على مود تكون اقرب. هاي جاهزه هنا الصوص هم عندي. خليه ينطبخ زين. هنا هنا خلينا الطاوة على النار ونضيف شنو الزبد. الزبد دائما قلنا لما نقلبي نكسره بشوية زيت. هنا راح نبدي نقطع، نجيب سكينة ثانية نحدها. نجيب كلينسة لان دائما نقول انه تطلع برادة عندنا، يكون عندنا برادة السكينة يظهر بها، فدائما انه نمسحها. نجي بعدين بهالشكل هذا نقطعهم. هاي انتهينا منها.
ونبدي نقطع بالشكل هذا. طلع هاي الموجودة عندنا بالنهايات ونرجع بهذا الشكل هم نقطعهم. اوكي الزبد دشوفوه بعده عندي الزبد ما دايب كلش، عندي الثوم كذلك، شوفوا هاي صار اثنين عندي هنا. خلي ناخذ مقادير صلصة الكاجون شباب، على مود تشوفون شلون راح نعدها ونشتغلها. اوكي نجيب كاسه منا اول شيء نغسلها. احنا شو نسوي؟ البصل والثوم راح يكون عندي هنا. هاي انتهى عندنا هسه هنا ذبينا، ايش راح نضيف؟ راح نضيف عليهم 2 ملعقة طعام من توابل الكاجون. هاي شوية اخذنا منها، خلينا نضيف لها شوية بعد. الكاجون من اطيب التوابل اللي ممكن تستعملوها ويا الروبيان. هاي انتهينا منها، هذا الصوص اصبح جاهز عندي. شوفونا ممكن تشوفوه لان ما راح يبين عندي بالكاميرا الثانيه، فناس شوفوه صار جاهز عندي وانتهى موضوعه. نجيبه على جنب. شوفوا شلون صار عندي الصلصة اللي عندي هنا من الكاجون والبصل والزبد والثوم. ايش راح نضيف اخير شيء؟ قبل الاخير ناس سكر عندي. وشوية ملح. خلاص صار جاهز هنا عندي. هنا بوجود السكر راح يبدي يتكرمل البصل، شكله يصير كلش حلو، شوف راسا الشكل تغير وبدا يطي مثل اللمعه.
شلون صار عندي. بدا يتكرمل البصل، بدا يتغير لونه، وبدا يطي فالثقر او ثخن المن للصلصه اللي سويناها. هنا صارت جاهزة عندي، أبدي أصبها هنا بالطبق على مفد شوية، أبدي أحولها على الرز. هاي خلاص صارت جاهزة، صار عندي الكاجون جاهز، صار عندي الرز جاهز. ايش بقى؟ هو بيها زبد هوايه، اي بيها زبد موجود كميه كبيره. حول التخته بعد ما نحتاجها. هاي الكنيسة دائما تكون تحت التختة عمود، لا تسحف عندكم، شوية رطبوها وخلص تصير كلش جاهزة عندكم. نمسح الأطراف اللي هنا عندي بالكنيسة الثاني، خلص انتهى موضوعها. هنا توابلنا هنا بعد ما نحتاجهم. كمل عندي هنا، ايش عندي؟ الطحين اللي موجود عندي اللي راح اضيف له شويه هم فلفل احمر، راح اضيف له شويه توابل الكاجون. قلنا الكاجون ذاك يوم حتى بنشتغلنا الفاهيتا، هم ضفنا لها توابل الكاجون هنا. نفس الشغل اللي عندنا سابقا واللي نشتغل به بالمي البارد. هنا ابدي اشيل بالروبيان، مو هواية بالبداية، نخليهم خلي نخلط عفوا أول شيء، آسف. مو هواية روبيان، شو نسوي؟ نجيب المي البارد اللي عندنا، ويفضل هو مي البولي حاليا كلش بارد. هنا النار مشتغلة، نشيك الزيت مالتنا، أوكي. شوفوا طحين، شوفوا عيني شو تسوون. موضوع الدعك، موضوع الدعك اللي عندي هنا الشكل هذا، شوفوا الدعك اللي عندنا على مود اول وجه يلزم عندي. شو نسوي؟ نبدي من المكان اللي قلنا اتركوه لا تقصوه، شوفوا نلزمهم منه. نفس الموضوع اللي قلنا عليه انه نفس اللازمة، لازمي قوة، شوفوا مي والرجعة هنا. الشكل هذا
هالشكل هذا شوفوا. نرجع نفس الطريقة، لكن راح يكون مرتين مو مرة واحدة، نسويه مرتين. وين؟ هنا مرة الأخ، ونجيب أنا هاي المرة الأخيرة. أكو يسووا مرة اعتيادي، بس أنا أحب أسوي مرتين. الناس تحب الروبيان أو الدجاج أو شيء يكون قرمشته قوية، اوكي. فهذا راح ينطي القطعه مال الروبيان راح تصير دبل بالقرمشه، وكلش راح يحبوها الناس. نجي لاخر مره، طحين عليهم هم اذا اكو بيهم رطوبه تنسحب. وهنا كذلك قلت لكم مين من القطعه اللي خليناها اللي ما انقصت راح نلزم منه. شوف القرمشة شلون صارت عندي. شوفوها قرمشة قبل ما ينزل بالتقلاه شوية شوية، يعني خلينا نجيب هنا افضل، وابدي شوية شوية اضيف هنا. لما تصير عندكم هيك حاله، هسه شلون صار عندي بدا الزيت يفور زياده يفور، اوكي؟ شو نسوي له؟ ما انزل الشيء مباشر، فهمتوني؟ ابدي ما ابدي الشيء مباشر هنا، شويه شويه اخذ من حراره الزيت وانزل، او اخلي يعني فتشي مشبك او عندي اي شيء شفت شير صغير وابدي اضيفه هنا على مود شنو؟ على مود يبرد لي شويه الزيت اللي نزل بيه. خلي نحضر الكلينكس اللي عندنا على مود شوية نسحب الزيت اللي موجود بيه. لا تقلبوا هواية، ما اريد تضربون القرمشة. شوفوا قطعة الروبيان ايش كبرها صارت، وايش كبرها. هاي روبيانة واحدة صارت بالقرمشة اللي تحبوها، يحبوها الناس كلهم، وانتم هم تحبوها، وبالكنترول يحبوها، وبالتنسيق وبكل مكان. لما نقلبهم قلت لكم ما نخليها تنضرب، يعني القطعه مال الروبيان هنا بين ما يستوي الروبيان عندي عفو على راحته، لا تستعجلون عليه. دائما حتى بالمطعم من عندك وجبة كبيرة ضيف هنا. خلاص شوفوا نص الصوت مالته، هذا صدقوني مقياس، نص الصوت مالته صار عندي. خلاص بدأ يستوي، نفس السمك، نفس الكنتاكي، نفس الزنقر، نفس كل شيء احنا سويناه. لما ينص الصوت عندي اذا السوائل اللي موجودة اللي كان، يعني هو شنو اللي يخلي المادة اللي تتقلى انه تسوي هذا الصوت؟ هو السوائل اللي موجودة به. لما تقلى هنا وصل مرحلة بعد ماكو سوائل، لما نسمع ماكو سوائل بعد به، ماكو هذا الصوت، اذا صار جاهز عندي هنا الروبيان وما اريده ينشف.
وينتهي. اوكي شوفوا القرمشة ترى ما بيها اي سر غير انه الشغل اللي بيدكم اللي تسووه. اوكي ما بيها اي سر، كل سر ما بيها. سنا عندنا قطع تنظلوا، نخليهم هنا بين ما نكمل احنا هاي القطع. عفوا خلينا ننظف الميز، والمشكلة انه الطحين دائما يتناثر. شوفوا بس باعوا ايدي، كل الاصابع تشتغل، كل الاصابع باعوا باعوا. دا اخليها بس مو تمردوا، لان مثل الدجاج هم ممكن يتمزق. شوفوا دا الزمه بايدي هيج للروبيان وفرق، باعوا بهالشكل هذا. نرجع نلقط الروبيان من القطعة اللي مقصيناها اللي قلنا هي راح تبقى، نلزم الروبيان منه. طبعا ما ننسى انه هذا الروبيان وهذا الشغل كله برعاية مطعم تاكو الكائن في فندق فلسطين من جهة ابو نواس، كذلك منتجات الوايت ستار الفاخر اللي قلت لكم جربوها وراح تشوفون الفرق عن باقي المنتجات. اوكي يعني انا لما توقع واحده نرجعها عادي، ولازم بكل الاصابع يلزم، وممكن واحده واحده تسوون. رجعنا وين؟ مي، ورجعنا لهنا. شوفوا نص الصوت مال روبيان لهنا استوى على الصوت. قلت لكم بمرور الوقت وبتراكم الخبرة عندكم بالصوت، قلت لكم هواية اكو مواضيع هي بالحواس تستعمل بالطبخ. اول شيء الشم والذوق، وكذلك السمع. هسه عدنا انه احنا راح نسمع انه هالروبيان خلصت السوائل اللي بيه. شوفوا وهم شوية شوية شوفوا السوائل هي اللي بدأت تتقلى. نسوي ضيف شويه شويه، ننتظر اللي يعني على مود البوز مال الزيت اللي يطلع عندي برا. هم نجي هاي القطعه هم هنا، هم نجي شو نسوي؟ نخلي هنا هم روبيان مال الاخ. لا تقلبوه نهائيا، ما يتقلب الروبيان عندكم، بس اذا اكو شيء ملزوق ممكن نفتحهم، بس ما يتقلب لان القرمشه بعدها لينه وبعدها ما ثابته، فممكن انه توقع عندنا القرمشه. كاجون كاجون ما خلي اجيب الروبيان اللي جاي، شوفون شكله وقرمشته. شوفوا شوفوا القرمشه اللي بيه الموجوده.
وخلص هنا اخذ قراره، بس غلط انه طلعوه من الزيت. نرجع هم نقرمش المتبقي عندي. شوفوا عيني طحين. شوفوا عيني مثل ما قلنا الأصابع كلهم يشتغلون عليه، وكل ما نشوف سوائل موجودة شو نسوي؟ نذب طحين. ممكن يعني دائما نقول ويا القرمشة شباب خلينا ناخذ القرمشة، ناخذ القرمشة شباب بعد اذنكم. شوفوا هاي القرمشة الثانية بعد ما خليناها بالمي. كل ما تشوفون سائل يعني تشوفون تحسون انه اكو شيء سائل جويتكم انطوه طحين. ابدا هذا الطحين مخرجنا التشييف، انت نهاية تكشيف والله. هذا الطحين ما ممكن يستخدم مره ثانيه، لان ممكن تكون به ذرات صارت عندنا من الروبيان، وش يصير؟ ممكن يؤدي انه يخرب عفن وهالمواضيع اللي عندنا. خليه الله. شوفوا شكل هالروبيان هذا، حتى ذاك يوم بديت انه انتجت زنجر لحم، ان شاء الله اسوي بعد كم يوم سندويتشات زنجر باللحم نسويه بالحبل، حصرا حبل الظهر. هذا هم جهز عندي هنا. بما انه الكمية كبيرة كانت هنا عندي احتاج انه شوية خلي احنا نذب شوية القطع اللي موجودة. شوف هنا هاي هاي شلتها ملزوقة، يحتاج لها شوية طحين بعد، يعني شيء بشي ملزوق بسبب الطحين. ما راح نذب هواية، حنذب فد 5 قطع مو اكثر. بسم الله. 1. نرجع هنا هم شوفوا سمعوا الصوت مال السوائل اللي بدأت تطلع من الروبيان. خلي الطحين عليه. شوية شوية خلينا بالبداية لحد ما يعني بدأ انه الزيت ياخذ قراره ما يبرد فجأة.
خلص. خلي هالقطع بعد شوي نسويهم. بدنا ننظف الميز اللي عندنا. اوكي. بعدين نشوف الروبيان. اوكي نشوف الرز مالتنا واخباره. نحضر الطبق مالتنا. اوكي. ناخذ الطبق نظفه شويه كالعاده، نغسله ونبدي نشفه من المي. بالشكل هذا. بعدين نحضر كاسه عمود ونصب بيها تمن. خلي الرز هنا عندنا، وهنا اعتيادي الروبيان اللي يتقلع عندنا. نبدي نضيف صوص الكاجون اللي عديناه على جوانب الطبق. راح يكون صوص كلش طيب ويا التمن. هذا راح يكون جاهز عندنا. هنا نبدي نضيف الروبيان اللي عندنا. بالشكل هذا. ناش راح نسوي، راح نخلي الصوص عليهم. هنا الصوص اللي هو اللي سويناه، صوص اللي كان من الباربيكيو والسويت تشيلي وباقي
المواد اللي عندنا. نضيف رشة الفلفل الأحمر شوية عليه وعلى الأطراف كذلك. هو ممكن يكون حار ممكن يكون بارد، بس احنا بالقناة فلازم نقدم. اجيبه هنا. اوكي هسه صار طبقنا جاهز مثل ما تشوفون. ما ننسى نشكر مطعم تاكو لرعاية البرنامج الخاص بيه، ونشكر الوايت ستار على رعايتهم البرنامج الخاص بيه. ختاما شكري وامتناني لكل العاملين والجنود المجهولين خلف الكواليس. شكري وامتناني لمن كرم متابعتكم، للرعاة بالتأكيد. انتظروني غدا شغل جديد واكل جديد في مال الله.